وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز لجائزة الملك فيصل العالمية أن يكون جلالتكم أحد روادها الكبار الذين رشحتهم لها أعمالهم الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. فلقد كانت الجهات العالمية المرشحة والمختارة تلحظ بعين الإكبار والإجلال الأعمال التي قام بها جلالتكم في جمع الشمل ورأب الصدع للأمة الإسلامية والعمل على تحقيق التضامن الإسلامي وبذل الجهود الخيرة الجادة والمستمرة من أجل إنهاء مشكلة لبنان وتخفيف آلامه ودعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الوجود الفلسطيني وإسهامات جلالتكم الخاصة والرسمية في كل ما يضمد جراح المسلمين من آثار المحن والكوارث ومد يد العون لجميع الأقليات الإسلامية في بلاد العالم والوقوف بجانبها وتركيز الدعوة إلى الله ونشرها وحمايتها ومساندتها بما ترسلون من دعاة يتحملون أعباء هذه الأمانة في مختلف البلاد الإسلامية. هذا إلى جانب عملكم المستمر في سبيل نهضة هذه البلاد المقدسة وعملكم المتميز المتواصل في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ورعاية وفود الرحمن وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة لهم. وإنني الآن نيابة عن هيئة جائزة الملك فيصل العالمية أتشرف يا مولاي بأن أضع جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 1404 بين يدي جلالتكم راجيا قبولها. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة التي شرفني الله بأن أقوم بواجبي في هذا البلد الأمين، قبل كل شيء ولعلي أستطيع أن أؤدي ما يجب أن أؤديه كمسؤول، وليس أنا فقط المطلوب مني أن أتحمل الأعباء كلها، ولكن أعباء يتحملها جميع المسلمين عموما وبالأخص شعب المملكة العربية السعودية، لأن الله أكرمه وجعله في خدمة الحرمين الشريفين. وإن هذه الجائزة التي سوف أفتخر بها ليست فقط أنها جائزة، ولكنها ذكرى لشخص عزيز وعظيم سوف يسجل التاريخ
لا، أعماله بأسطر من ذهب، وهو فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه. إن الملك فيصل غني عن التعريف، وكان لي شرف أن أكون في خدمة هذه الدولة بقيادة جلالة الملك فيصل رحمه الله. وما فيصل إلا جزء من عبد العزيز المؤسس الأول. وما عبد العزيز إلا جزء من رجال عظماء أسسوا وعملوا لخدمة الإسلام والمسلمين في هذا البلد، وأحسنوا وتصرفوا التصرف الإسلامي الذي أوصل هذه البلاد إلى ما نحن فيه الآن. ولا أدعي أبدا أنهم لم يشاركوا أو يشاركهم من أحسن التصرف من المواطنين، سواء كان في شرقي البلاد أو غربيها أو وسطها أو جنوبها أو شمالها، ولكنهم قادوا المسيرة الخيرة، وقادوها ليس فقط أنهم ينتسبون إلى عائلة لها تاريخها أو ماضيها. إن الانتساب العظيم هو الانتساب لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا فضل عربي على عجمي إلا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الحسب والنسب هو المقياس، ولكن يحمل من ينتسب إليه أعباء كبيرة. ولنا برسول الله اللهم صل وسلم عليه أسوة حسنة، أول من حارب رسول الله أبناء عمومته أو أقرب الأقربين له، وعندما اتضحت لهم الحقائق ناصروه، ومنهم بقي حتى مات وهو يناوي رسول الله اللهم صل وسلم عليه. إن هذه البلاد لتفتخر دائما وتعتز بأنها تتمسك بالعقيدة الإسلامية بمفهومها الحقيقي الصحيح، وسوف تبقى إن شاء الله مدى الدهر على هذا المنوال. وإذا كان فيه أي أمر ما ممكن يفتخر الإنسان أن ينتسب إلى هذه البلاد، فهي تطبق شريعة السماء وتعتز بذلك، وسوف تبقى على هذا إن شاء الله. ولا ندعي الكمال لوجه الله، لله عز وجل، ولكننا نقول إننا سوف نبذل ما نستطيع من مجهود لخدمة الإسلام والمسلمين، ليس فقط في هذه البلاد ولكن في أي مكان كان. وسوف ينتصر الإسلام بحول الله وقوته. وختاما، ولا أريد أن أطيل، أقدم شكر الجزيل إلى من أسسوا هذه المؤسسة التي انطلقت منها أعمال خيرة، وقد ذكرها أخي سمو الأمير خالد وفصلها، وهي في الواقع معروفة. وكل ما أرجوه أن يسدد الله خطاهم ويوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة. وشكرا للحاضرين.